بعرف إنه مانك غبية لحتى تفكري إنه أنا سامحتك يا جلنار، بس أنا كمان ماني غبية لدرجة إني وسخ إيدي بدمك الوسخ. عمك داود راح وعرض على أمك مصاري، بس برأيك شو عملت؟ هي بكل بساطة قبلت إنه تاخد المصاري وقبلت إنه تطلع من حياتكن نهائياً. جلنار اللي احترقت من شان ولادها ببساطة تركتهم وقررت تروح وتبلش حياة جديدة بعيدة عنكن. يا سهر أختي شوفي، يعني شو بده يكون في؟ أختي ليش عم تبكي؟ شو اللي صاير؟ يلا أحكي. يلا كلي لشوف، إذا ضليتي هيك بتموتي من الجوع. ما بدي أكل، ما بدي أي شيء منكم، عم تفهموا؟ إن شاء الله عمرك. الشيء اللي سمعته صح؟ قال عرضت على أمي مصاري مشان تتركنا وتمشي، وعلى أساس أخذت المصاري وراحت. حكي لي شوي اللي صار بالتفصيل، لأنه عقلي ما عم يستوعب. أنا مستحيل صدق هذا الشيء. الأخبار كتير منيحة. قبل شوي حكيت مع داود وأقنعته إنه جلنار أخذت المصاري وراحت. حتى لو حكى مع سهر ما في مشكلة أبداً، لا تاكلي هم. بس أمي وعدتني، قالت إنه ما رح تتركنا بالمرة. كيف بتروح هيك من دون ما تودعني؟ الوداع دايماً صعب يا بنتي، يعني أمك بالنهاية مثل ما إجت ودخلت على حياتنا فجأة اختارت إنه تطلع منا. طيب لنفترض إنه ما بدها تخبر أخواتي، بس على القليلة كانت تضل مشاني. بيكفي أنا أعرف إنه هي أمي يا عمي، نحنا ما كنا رح نخبر حدا، بس هي تضل. ستك حلفت إنه رح تخرب حياة جلنار، فكرك لو ضلت كانت رح تريحها لأمك؟ لو شو ما صار ما لازم تمشي. بعرف منيح خيبة الأمل اللي صابتك يا بنتي، بس أمك عملت الصح. مشان سعادة أخواتك ومشان راحتهم أمك تخلت عنكن وراحت. هلأ يمكن ما عم تتقبلي، بس مع الأيام رح تعرفي إنه الشيء اللي سوته أمك فيه خير للكل. طيب أنا شو كان ذنبي؟ ما بيحق لي يكون مبسوطة يا عمي، ليش لحتى تضحي فيني؟ يا ريت لو ما أجيت، يا ريت ما عرفت أبدا، وقتها ما كنت توجعت كل هالقد. معناتها سعادتي كانت لحد هون وبس. سهر؟ 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 سهر أنت منيحة؟ بنتي؟ سهر ردي علي. خد لشوف، روح على هالأماكن، تعرف شو تساوي؟ طبعاً أخي، أنت لا تأكل هم. الأمانة معك؟ برافو، لقطت الشغل بسرعة. ياسين ما رح أكذب عليك، بصراحة توقعت أنك تهرب بعد ما أنت أكلت قتلة من حيدر، بس شكلك فتت بالموضوع، عندك إصرار. أخي أوكان، أنا مضطر ساوي هيك بعد ما خسرت كل شيء. حلفت إنه ما رح أستسلم، وأنا متأكد إني عن قريب رح أرجع كل المصاري اللي خسرتها، وبكرة بتشوف. لسه ما شفت شي. أنا لازمني هيك ناس واثقين وناس ما بيتراجعوا لو شو ما صار. خليك مستمر هيك وبكرة بتشوف. إذا هالموضوع نهيته على المزبوط رح أعطيك مهمة أكبر بكتير. في عندي خطط كبيرة بدها واحد مثلك. لا تأكل هم يا أخي. سهر يلا أصحي. سهر الحمد لله خوفتينا عليكي، فكرنا صار لك شي. سهر أنت منيحة بعد كل هالشي اللي صار؟ كيف بدي أكون منيحة؟
ليش؟ شو يلي صار؟ ما فهمت. خد سهر على البيت بسرعة. يلا قومي تعي، خليني أخذك على البيت. تركني، بدي ضل حالي شوي، حابة أتمشى. لا تجني سهر، مو شايفي وضعك؟ بركي غميتي مرة تانية. بترجاك يا عصمة، أنا حابة أنه ضل حالي شوي. طيب مثل ما بدك. يعطيك العافية. شو صار؟ في شي أخبار عن جلنار؟ يعني إذا أنت ما بتعرفي وينها، أنا من وين بدي أعرف؟ سألي جوزي. جلنار يلي بعرفها ما بتنخدع بشوية مصاري. الله أعلم بشو هددها جوزك لحتى اختفت فجأة. ما حدا هددها يا خانم، داود طلب يشوفها وحكى معها بكل رواق، وشكلها جلنار اقتنعت وقبلت بالمصاري وراحت. بصراحة أنا ما كنت بتوقع هيك شي من جلنار، استغربت لما سمعت. حلو كتير هالحكي بتقولي للولاد الصغار يا نوال. انتي بتعرفي جنار منيح، مستحيل تبيع ولادها مشان المصاري. وانا مثلك بتمنى انه جنار ما تكون عاملة هالشي يا خانم. اذا عرفتي شي خبريني لو سمحتي. عن اذنك. نوال خانم، إذا عملتوا شي لجلنار خانم وإذا بسمع عنكم ضريتوها، هاي المرة ما بسكت. كلامي واضح؟ نحن ما عملنا شي يا خليل أفندي، جلنار أخذت المصاري وراحت. هذا الشي ممكن يصدقوه ناس ما بيعرفوكن، بس أنا بعرفكن كتير منيح. وليش مو مصدقنا؟ مع أنه أنت أكتر واحد بيعرف شو ممكن تعمل المصاري. يعني مثل ما أنت انشريت بالمصاري قبل سنين، وجلنار كمان باعت ولادها بالمصاري. مزبوط، بعرف انكم تنبسطوا كتير بالاستفادة من حاجة الناس. الله أعلم بشو هددتوها لحتى انجبرت تروح، لأنه جلنار اللي بعرفها مستحيل تعمل هيك شي. معناتها أنت لسه ما بتعرفها منيح. يا رب ترجاك ساعدني، لساته نايم، لازم أخلص من هالحبال فورا. والله جسمي تكسر من هالنومة، هاي فيها مي. برافو، لا سمعت صوت ولا حركة، معناتها استسلمتي لقدرك بعدين. خليكي هيك وإلا بتعرفي شو بساوي. Thank you.
Yazık ki şimdi ayrıldık. Özledim seni. أنا ما بدي إياكي، مالي بحاجتك. الله شاهد علي إني بريئة. لو عن جد كنتي بريئة كان لازم يكون عنا أم كل هالسنين. ما رح أسمح لك تعملي هالشي مشاني. أوعك هلأ بيسمعوكي. رح روح وأحكي كل شي للشرطة. سهر أصحك. الأمهات بيعملوا كل شي مشان ولادهم. مع السلامة يا روحي. مع السلامة يا أول ولادي. أمي وين بدك تروحي بتركينا يا أمي؟ هب بكلدم دردم سنسز olmaz kalp dayanmaz. أمي ويمكن أحياناً بتقولوا يا ريت لو كانت أمنا عايشة. نحن ما بدنا هيك أم. الأم يلي بتيتم أولادها ما بيكون اسمها أم. هي وحدة مجرمة يا ستي. لقيت الشي يلي بتستحقه من ربها وماتت وريحتنا. بنتي جاوبيني بصدق، أنت مآمنة بالشي اللي عم تقولي؟ أخواتك اللي ربتهم ستهم أنهم يكرهوا ويحقدوا على أمهم، فكرك رح يصدقوا أنه أمك مو مجرمة؟ أنت صدقتي لأنك أم كمان. حطيتي حالك بمكان جنار وقلتي لحالك مثل ما أنا ما بيتم بنتي هي كمان ما رح تتمنا. أنت آمنتي ببراءة أمك. بس أخواتك فكرك أنه رح يكونوا مثلك متسامحين؟ وأمك بدل ما تطلع بوشهم بعد كل هالسنين وتخرب حياتهم كمان اختارت أنه تبعد عنهم. برأيي أنه هي عملت الصح. كوني واثقة إنه هيك أحسن للكل. ليش يا أمي؟ ليش ما عطيتي إخواتي فرصة كمان مشان يصدقوكي؟ أنتي كيف هيك بتتراجعي بهي البساطة؟ ليكي زينب، من هلأ ورايح كل شي رح يتحسن إن شاء الله. الله يكتر خيركن، يعني لأولاكن أنتو يمكن ما كنت عايشة هلأ. زينب بأمانتك هلأ سيد عثمان، إن شاء الله ما تتراجع عن كلامك. أنا بموت وما بتراجع عن كلامي، كون واثق إني رح حطها بعيوني. طبعاً مو بنتك الوحيدة؟ وأنتو كمان لا تاكلوا هم أبداً، نحن أكيد رح نعمل اللازم، وزينب خانم بعد يومين رح تتطلق. إن شاء الله نحن رح ننقذها من هالمجنون هاد. يلا يا بنتي تعالي طلعي خاطركم. أعطيني واحدة. عن جد رح موت، مو معقول عيوني دمعوا من كتر الضحك. ايه طيب قلي مين فاز. طبعا انا فزت. شو مفكرتيني قليل؟ شو يعني ما فهموا انك عم تغش؟ ما انتبهوا ابدا. انتي لسه ما بتعرفيني منيح، بمشي على التلج وما بترك اثر وراي. اذا بدك باخدك على السباق الجاي، شو رايك؟ بالعاده بيكون المسا، بس بلكي حبيتي تجي. ممكن، طالما عم تقول ممتع كل هالقد اكيد بحب روح. لحظه نحن غرقانين بالحديث، بس يا ترى انا وين صفيت السياره؟ ياسمين؟
كتير حلو منظرك وانت قاعد هيك قدام الشباك مثل النسوان. هاي سهر اللي اسمها مرتك، اذا ما كسرت لها رجلها رح تضل واقف قدام الشباك على طول. ليك ليك ليك، كأنه عم يستنى شي وزير. شو هالولاد، لو انا ما كنت استنيتني هيك. سهر، صرتي أحسن؟ أمي، وين كنتي؟ أنا اليوم كتير اشتقت لك. لكني بنتي، جيت؟ رحتي لعند الخالة عائشة، ليش ما أخذتيني معك؟ بنتي، تعالي معي، أمك عم يوجع راسها. سهر، وأنتي كمان، فوتي وارتاحي شوي. هاي ما بتعرف تسلم؟ شو هاد؟ ضليت عم تتفتل طول النهار؟ شو مشكلتها؟ شو قالي؟ أمي خلاص قلت لك ما في شي، اهدي شوي. روز، تعالي لهون حبيبتي، لا تطلعي لبرا، تعي. طبعاً، ما حدا بيسأل عني، ما هيك؟ ابني الوحيد، وكنتي ما حدا منهم بيقول كيفك يا أمي. أنا بس بدي أفهم شو ساويت حتى يصير فيني هيك؟ آخ يا ناريمان آخ، شو هالحظ اللي إلك هاد؟ شوفي الوضع اللي أنتي فيه، مع أنك بتستاهلي أحسن. آخ آخ. يلا يلا مشان الله نقطع بقى. يا رب بترجاك ساعدني. والله رح جن، وين تركت التليفون؟ ليكون وقعته لما رحت لعبي مي. معقول عند بيع الكباب؟ كان بإيدي لما طلعت. ليكون جوع، رح شوف. بترجاك يا رب إن شاء الله ما يشوف التليفون. أمي، يمكن هي متضايقة لأنه عائشة راحت. تعرفي انه كانت تحبها كثير. ايه اصلا مبين انه رح يصير هيك. انا قلت لها لا تثقي فيها، لو كانت منيحه كانت آسيا خانم حطتها ببيتها. خلص امي، يلي صار صار وانتهى الموضوع. طبعا انتهى ابني، بس هي مرتك ما شاء الله كل ما بنصحها بتعيط بوشي وبتسكتني فورا. طبعا لانها كثير بتحترم هي المره اللي مو معروف اصلا من فصلها. يعني ما بدي اقول انه هي بتستاهل، بس والله بتستاهل. ضحكت عليها وراحت. الله يوفقك يا أمي، بلا ما تسمعك وطي صوتك شوي. ولك أنا ما فهمت ليش عم تقلب وشها فينا؟ يعني إذا هالمرة أخذت المصاري وراحت من هون، شو دخلنا؟ نحن قلنا لها روحي. بس سهر شو صاير لها؟ ليش أكلت همّة لهالمرة؟ هاي ما عم تفهم. بس بتعرف تسكتني، لا قدرت تحاكي هديك المخلوقة ولا بتعرف تحكي مع مرتك. آه بنتي، أهلا وسهلا عدي. يلا خلينا نحكي كلمتين، شو مشكلتك بالضبط يا بنتي؟ احكي.
قولي شي عائشة رايحة، شي عائشة جاية، شو بدك يا بنتي؟ شوفي شو سويتي فينا، مشان الله قولي شو بدك. يلا دا خلقنا ونحن كمان ناس، بكفي بقى، مو حرام عليكي؟ بكفي. سهر اهدي، بكفي بقى، لا تحكي، اسكتي. خلص سهر، طولي بالك، انجرحت ايدك. تركني عثمان، مشان الله سكت امك، ما عاد تحملت، مليت منك، اسكتي. طيب يا عيب الشوم عليكي، انا شو دخلني؟ وليش بدك يعني اسكت؟ بعدين ما عم اكذب، كل شيء قلته مزبوط، ما عاد بدي اسمع ولا كلمه بهالموضوع، عم تفهمي؟ خلصنا بقى. شايف ما هيك؟ جنتها المخلوقة، قلت لك طار عقلها بس ما عم تصدقني، شوي تانية رح تموتني وقدام عيونك. ها ليش يا أمي؟ ليش؟ لساتك عم تفكري بزينب خانو؟ ايه صح، يا ريت موضوع الطلاق يخلص بسرعة مشان ترتاح أكتر. بصراحة ماني عرفانة إذا عملنا صح لما سلمناها لأمه وأبوها، بس شكلهم ندمانين. مبين مشاعرهم صادقة، كان لازم تشوف السيد عثمان وهو عم يبكي مثل الصغار بالمشفى. الزلمة كتير زعل، وأنا واثق من هلأ ورايح رح يوقف مع بنته كأب. إن شاء الله يصير مثل ما عم تقول. أيوة، شو؟ شو عم تقول يا كمال؟ وكيف طالعتو؟ طيب منيح اللي خبرني، شكرا. في شي خبر سيء؟ للأسف هدول طلعوا نجمي من السجن. كيف؟ نسينا شي؟ أمينة، خذي البنت وفوتوا لجوا. يلا بنتي. خير يا نجمي، شو بدك؟ شو عم تساوي قدام بيتنا؟ استغفر الله عمي عثمان، شو بدي ساوي يعني؟ أنا أجيت زيارة، ما عندي أي نية سيئة بنوم. أصلاً أنت بينت شو هي نيتك على المصبوط؟ لا يا عمي، هيك أنت عم تظلمني. بعرف أنه أنا غلطت وأنك زعلان مني وأني زودت شوي مع زينب لأنها تركت البيت، بس أنا بعرف كيف راضية، لا تأكل هم أنت. عمي بعد إذنك أنا بدي أخذ زينب وروح، وإذا مرة تانية بتسمع أي شكوى. مستحيل، أصلاً مو أنت الغلطان، أنا يلي غلطت. بس ماشي الحال، من هلأ ورايح مو بس بنتي، حتى على حالي ما رح أمنك. يلا روح من وشي يلا، وخليك بعيد عن زينب، عم تفهم؟ طيب مثل ما بدك عثمان أفندي، إما بيكون اسمي نجمي إذا ما بدفعك التمن غالي، ورح خليك تجيب لي بنتك بإيديك. بكرة منتواجه. أمي خليتهم يعملوا لك شاي بتريحي راسك. اليوم رحت لعند هادية خانو، لا تاكلي هم أمي، ما حدا بيعرف شي بنوب. طبعاً هادية خانو معصبت شوي وقالت أنا مستحيل صدق إنه جلنار تروح من هون بهالطريقة، بس أنا عرفت كيف سكتها يا أمي. يا رب بترجاك ساعدني، ما رح أسمح لحدا يتدخل بيني وبين ولادي.
رب انت قادر على كل شيء، بترجاك انه تساعدني وتعطيني القوة. شوفي داخلك ما هيك؟ والله وأنا داخلي بسبب عنادك وراسك اليابس أنا عصيت هون كمان. إذا كان بدك تخلصي وما تعذبي حالك وتضلي عم تعذبيني معي، اعملي يلي الأم قاسية عم تقلك عليه وانقلعي من هون بقى. لو كنت بدالي كنت تركت ولادك؟ كنت بعت ولادك بسبب تهديد سخيف؟ لا تبيعيهم، موتي هون لكان. أنا عم راقبك، فهمتي؟ بقى لشوف. الحمد والشكر لك يا رب. سهر، لازم احكي مع سهر. وين أنا؟ يا ربي وين هالمكان؟ ما في تغطية. اركضي جنار، اركضي لحد ما تلتقي بولادك. يا رب بترجاك ساعدني لأحكي مع بنتي. يا ربي وين أنا هلأ؟ بأي جهة بدي أروح؟ يا رب ترجاك دلني. هاي المرة ما تركت عقل فيني، نسيت جزداني جوا. عم هي المرة هربت مني، شو رح أعمل هلا؟ في تغطية، الحمد والشكر لك يا رب. يلا سهر، يلا ردي على التليفون. تسطحي قدامي هون بلا ما أكل همك. أمي تعالي تسطحي هون كتير منيح. يا روحي. ضربني وبكى وسبقني واشتكى. أمي وطي الصوت. لا تواخذني، ما عم اسمع بنوب. سهر، مشان الله ردي على التليفون يا بنتي. يلا يا بنتي ردي على التليفون. سهر،
شو بدي أقول للأم آسيا هلأ؟ إذا بقلها أنه هاي المرة هربت هي أكيد رح تموتني. لك وين هربتي؟ وين بدك تكوني؟ واضح إنه بهالغابة ما في حدا أطلب منه مساعدة. يمكن إذا بطلع الطريق أحسن. وقفوا! ساعدوني! يا ويلي فرحات! ناقصني غير كلب لك. يلا روح. يعني وين بدك تهربي مني؟ وين ما بدك روحي أكيد رح لاقيكي. الحمد والشكر إلك يا رب. مو مشكلة يا أم آسيا، شو ما بدك اعملي بس ما رح تقدري تبعديني عن ولادي لو شو ما صار. ساهر ما عم ترد. اتصل باختي هادية. شو كان رقمها؟ يا الله ما عم بتذكر. اخرته 65. اكيد الام آسيا رح تموتني وتليفوني مو معي ولك كل المصايب اجت فوق بعضها. هادية هي أنا جلنار. غلطانة أختي، ما في حدا اسمه هادية هون. يا رب ترجعك ساعدني. ما بقدر ضل هون بهالغابة، مجبورة إنه أطلع الطريق. أكيد بتكون أكلت همي وراحت لبيت داود لما ما لقتني. الأم آسيا شو بتكون قالت لها؟ بنتي شو ما قالوا لك أصحك تصدقي؟ İsterseniz sonra verin kapıyı. Emin olduğunuzda tekrar gelirsiniz. سهر بدك شي حبيبتي؟ امي لوين بدك تروحي؟ سهر امي وطي صوت التلفزيون شوي. لوين رايحة؟ لعند الخالة هادية. سهر لا تجني، اقعدي هون. تركني روح. طيب خلينا نروح. مشان الله يا عثمان انت خليك هون. اتركها تروح. بكفي بقى، شو بدنا نعمل لها؟ هالمخلوقة أخذت المصاري وراحت من هون وهي لساتها عم تبكي عليها كأنه سائلة عنا. لك لوين رايح؟ رايح عالشغل أمي. استغفر الله. شوفي يا أنت كمان هروب طبعا بستاهل، وأنا بضل محبوسة هون وعم استناكن. Thank you.
يا ياسمين؟ فورا حبيتي واحد تاني؟ أنا ما عم صدقك، عن جد نسيت وين صفيت السيارة قدرات؟ طيب شو بدي أعمل إذا جمالك طير لي عقلي؟ ليك تعالي يلا. أنا شو عملت لك يا ياسمين؟ شو عملت لك غير إنه حبيتك؟ ليش هيك عملتي؟ معقول الواحد ينسى الشخص يلي بيحبه بسرعة؟ بس أنا ما بستاهل هالشي منك يا ياسمين. أنت دمرتي حبنا وأحلامنا وكل شي. نهيتي حبنا يا ياسمين. أنت تخليتي عني كرمال المصاري. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم. واخيرا لقيتك، ما رح تهربي مني هاي المرة. وقفي لا تهربي. روح ولك روح. Geçer sanmıştım aylar geçti unutmadım seni gözyaşların hiç değmesin kurumuş toprağıma seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda gözlerin